كان المسجد له أوقاف، كان له مزارع، كان له حبوب، كان المسجد يسلف الناس، كان المسجد يحب الواحد يكون ناظر أوقاف على أساس يأخذ العشر ولا يأخذ. لذلك أضعفت المساجد الآن بعدم وجود أوقاف. كانت المساجد في زمان من أغنى أغنياء الأحياء، وتصرف وتعطي وتهدي وتعطي الأيتام وتضيف وتجمع في رمضان. يعني مسجدنا في المصم في العوص يمكن له 20-30 وقف، 30 قطعة أرض من أغلى القطع. يعني قطعة راح تجيب 10 أكياس، 5 أكياس، 6 أكياس حب. كان يجمع له حبوب، كان له موقع يسمونه منزالة. كانت المنزالة حقة المسجد يضيف الضيوف فيها المسجد، ويعزم ويجهز الجيوش ويجهز إذا قد في حرب. وكان المسجد غني جدا، وله نواظر وله أوقاف وله صكوك وله مدريش. كان من قوته يقوى الإسلام. كانوا عظماء، على فقرهم كانوا عظماء. كان إذا واحد ذبح ذبيحة قسم على أكثر من 20-30-50 بيت، لو حتى مرق، لو حتى من ريحة، حتى من عظمها، حتى من جلدها. عظماء من جوع، ليس من بطر كما نحن الآن. رحمهم الله جميعا، راحوا، ما عاد يجوز لنا إلا نقول الله يرحمهم ويجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة. فوالله إنها دنيا فانية، إنها لعب ولهو. ربي جالس يختبرنا يختبرنا يختبرنا، يشوف إن هذا اختبار تروح الجنة ولا تروح.